باتريس كارتيرو يمكن كان ليه تجربه قبل كده مع النادي الاهلي ما خدش فرصته، ما كانش موفق فيها ايا كان ايه الظروف اللي كانت وقتها. شفناه امبارح ومش مش هنتكلم عليه امبارح لان هو برده الراجل كان جاي بيتفرج زيه زينا امبارح على فرقه نادي الزمالك. رايك الشخصي باتريس كارتيرو كمدير فني والقياده الفنيه لنادي الزمالك في وقت بعتبره صعب جدا دلوقتي، الراجل جاي مش عارف حاجه، مش عارف اللعيبه اللي موجوده، مش عارف الشكل، عنده ضغوطات كتيره جدا من جماهير نادي الزمالك، شايف كل ده ازاي وفي مصلحه مين؟ اكيد لو هتتكلم على مستر باتريس كارتيرون، هو نرجع بالذاكره شويه مع وادي دجله، هو صحيح. مدرب حقق نتائج جداً. مدرب من النوعيه اللي بيحط طريقه لعب بيلعب بيها. بتيجي فتره مع النادي الاهلي انا كنت شايف ان هو مش محظوظ جدا خالص. مش محظوظ خالص، وما كانش حتى معاه مجموعه اللعيبه اللي هي تقدر تساعده ان هو يحقق بطوله. لكن على ما اعتقد ان هو مع نادي الزمالك، بس مهم جدا على اداره نادي الزمالك انها تدي له فرصه كامله، دي مهمه جدا مهمه جدا، ادي له فرصه كامله حتى لو ما حققش بطوله الدوري. لكن انت بتكسب مدير فني بالقيمه دي مع مجموعه اللعيبه اللي تبقى موجوده لازم تكمل، لازم تكمل، ادي له فرصه كامله. لكن انا مش هينفع بعد 5-6 مباريات اغير مدير فني، ما هو ده عدم استقرار. عدم استقرار ده يبقى مش هتشوف بطوله في الاخر، اكيد هتلاقي اخفاقات، هتلاقي تعادلات، هتلاقي خسارات. كتر تغيير المدير الفني ده اكيد بيأثر على الفريق بشكل كبير جدا. حتى بيجي مدير فني فانت محتاج تدي له 4-5 مباريات، بعد كده عقبال ما بيخش يعرف التيم ما بيحققش النتائج الايجابيه فبتضطر تغيره. عدم الاستقرار ده اكيد هيعمل لك مشاكل داخل النادي، عشان كده بقول لك سياسه مجلس اداره اي نادي مهم جدا الاستقرار، مهم جدا على الحفاظ على القوام الاساسي لاي فريق، والحفاظ حتى على المدير الفني، وان انت تدي له فرصته كامله دي حاجه مهمه.